الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم واجمعنا بهم بفضلك وجودك يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك مولانا من فضلك العظيم وفيضك العميم ورحمتك الواسعة أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، واهد بنا إلى أحسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا رب العالمين علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وبدنا على البلاء صابرا وفي الطاعة سائرا. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن نفس لا تشبع. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا أرحم الراحمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان. اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان مع شيوخنا الأعلام، بلا سابقة عذاب ولا هوان، يا رحمن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده نعيش هذه اللحظات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسيرتي في الحياة وسيرته العطرة التي عاشت في كل مكان وفي كل زمان، وهي سيرة يحيا عليها الإنس والجان، وهي أيضاً لنا في دار الجنان، لأنه صلى الله عليه وسلم هو قائد أهل الجنة إلى جنة الرضوان، هو فاتح الجنة، وهو أول من يدخل الجنة، وأمته أول الأمم. وهذا بكلامه ونصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نعيش على سيرته، نتعلم من هذه السيرة دروسا تنفعنا في حياتنا وبعد حياتنا عند لقاء مولانا جل في علاه. وقد وصلنا في كتاب النور الخالد لشيخ المفكرين محمد فتح الله كلن إلى
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووقفنا عند الحديث القدسي الذي ورد فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو يمشي عليها. وقد علق الشيخ على أن من كان في معية مولاه كما كان صلى الله عليه وسلم فإنه سيرى الخير كله في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، سيرى الجلال وسيرى الجمال في آن واحد، لأن الله عز وجل هو صاحب الجلال وصاحب الجمال، فالجلال كله لله والجمال كله فضلا من الله تبارك وتعالى على العباد. نواصل التعليق، تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في دار الأمين. فإن الخصوصة وإن كانت مختلفة حسب ما يقول البعض في حق الأهلية والمقربين كعباد الله الصالحين، فإن الله تعالى يسوق جميع أهليته ومن يشاء كعباده الصالحين كالأحلام. ونحن قلنا إن الأنبياء معصومون من الذنوب قبل الرسالة وبعد الرسالة، لأن الله يهيئهم ويعدهم ليكونوا أئمة الهدى، إذن لا يليق به أن يؤخذ عليه أنه وقع في عيب أو أنه أصاب ذنبا، لأن ذلك يجعل الناس من حوله يحفظون له ما يجعلهم ينفرون منه: كان قد فعل كذا، كان يفعل كذا. فالمولى تبارك وتعالى هيأهم تهيئة كاملة وأعدهم إعدادا يليق برسول الله إلى عباد الله، هذا بالنسبة للمرسلين. أما الأولياء والصالحون من عباد الله فإن الله يحفظهم من السيئات، حتى لو وقعوا في شيء من المعايب فإن الله يسترهم، وهم بطبيعة الحال إذا وقعوا في ذنب فإنهم يعودون سريعا إلى ربهم ويثوبون إلى مولاهم، والله عز وجل يتولاهم ويعفو عنهم. هذا في حق الأولياء والصالحين من عباد الله إلى يوم الدين. أما الأنبياء والمرسلون فهم معصومون، لأنه لا يؤخذ عليهم من شيء يكون في تاريخهم مؤخرا لنصائحهم لعباد الله من حولهم، فهذا الذي يعده الله عز وجل للرسالة يؤهله تأهيلا تاما بالطهارة التامة قلبا وقالبا، لا يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. نعم يا سيدي. كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شاب صالح يكاد
الجماعة في المساجد، والتي يعدها بعض أصحاب المذاهب فرضاً وبعضها سنة مؤكدة. الإمام يهتم بجماعته ويتفقد أفرادها، وإذا شعر بغياب أحدهم استفسر عنه ليعلم إن كان في ضيق أو واقع في مشكلة. فما ظنك إن كان الإمام هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة المسلمين هم الصحابة؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يعرف جماعته جيدا مهما زاد عدد أفرادها ويدقق أحواله. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن صلاة الجماعة فيها خير عائد على كل الجماعة ببعض من في الجماعة حتى ولو بواحد. وجاء في الحديث: إذا أقيمت الجماعة نظر الله إلى الإمام، فإن كان أهلاً لرحمته رحم الله به المأمومين، أي بسببه، وإن لم يكن، أي هذا الإمام، أهلاً لرحمته نظر الله في المأمومين. فإن كان فيهم من هو أهل لرحمته رحم الله به المأمومين ومعهم الإمام. إذن الجماعة فيها خير، حتى في جماعة العلم وفي جماعة الذكر وفي جماعة الخير لحل إشكال أو للاتفاق على أمر من الأمور، فإن وجود الجمع سيكون فيه خير عائد على الجميع بسبب واحد منهم له قبول عند ربه تبارك وتعالى. واحد مقبول تحل به الرحمة على الجميع. هذا الشاب الذي تحدث عنه صاحب الكتاب كان في أيام سيدنا عمر مواظبا على الجماعات في المسجد، وكان لا يتخلف، لكنه في لحظة لم يأتي إلى بيت الله. لماذا؟ لأن أمرا حدث في حياته. اقرأ كده ما كان منه. وكان لهذا الشاب أب شيخ كبير، فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه. العتمة صلاة العشاء تسمى صلاة العتمة لأنهم كانوا يصلونها في وقت تظلم فيه الدنيا وليس هناك من مصابيح، والمسجد أيضا لم يكن فيه مصباح، فكان يصلون العشاء في العتمة يعني في الظلمة. ولذلك جاء الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم للذين يذهبون إلى بيت الله في ظلمات الليل في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، يعني في الظلمات في صلاة العشاء وصلاة الفجر، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يعني من صلى العشاء من صلى الفجر فإن الله ينور له حياته يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان يتحمل الظلمة ويذهب إلى بيت الله في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طبعا يعني ربما همس هامس في ذهن أي سامع
يقول هذه العتمة كانت أيام رسول الله، والآن والحمد لله أصبحت المساجد فيها النور، الشوارع فيها الأنوار، فهل الحديث يتعطل؟ نقول لا، فضل الله على عباده لا ينقطع. كل من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فالله يبشره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ولكل مكان. الرجل الذي أنار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا تاجرا، وذهب إلى بلاد الشام فرأى مسارج، يعني على هيئة اللمبات، والمسرجة يوضع فيها الزيت، زيت الزيتون، وفي نهاية المسرجة لها يعني ما يشبه الخرطوم يوضع فيه فتيلة، هذه الفتيلة تمتد في الزيت، فالزيت يصعد فيها إلى نهايتها، ثم توقد الفتيلة فلها نور ضعيف، هذا في زيت الزيتون. فالرجل فكر وهو في بلاد الشام أن يأتي بهذه المصابيح لينير بها بيت الله الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا جاء بالمصابيح ووصل إلى المدينة في يوم الجمعة. فلما وصل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وسمع الخطبة وانتهت الجمعة، قال يا رسول الله لو أتينا بمصابيح لننير المسجد في صلاة العتمة وصلاة الفجر، يعني هذا من باب التمني، أفعل يا رسول الله؟ أنا أتيت بمصابيح من بلاد الشام وأنا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنارة المسجد، أفعل يا رسول الله؟ قال أفعل. وفعلا بعد صلاة المغرب في آخر ضوء قام الرجل ومعه الغلمان ومدوا أحبالا في المسجد، لأن المسجد لم يكن فيه سقوف، وكان المسجد يعني ليس واسعا، فمدوا أحبالا في المسجد ووضع فيها المسارج، طبعا يعني ليست كثيرة، يعني مثلا 4 مسارج 5 مسارج، ووضع فيها الزيت، وقبل صلاة العشاء أشعل الأنوار فصار المسجد منيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوته حول المسجد، فلما رأى المسجد منيرا فرح رسول الله، ومن فرحه قال من نور مسجدنا، مع أنه يعرفه، إلا أن الاستفهام هنا استفهام لبيان الفرح الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من نور مسجدنا نور الله قلبه، وهو كلام رسول الله. ولذلك كل إنسان يقوم على خدمة بيت الله بأي شيء لبيت الله فإن الله تبارك وتعالى يعطيه المقابل يوم القيامة مما لا يتخيله إنسان ولا يقع تحت عقل إنسان. لماذا؟ لأن المعطي والمانع في كل الشؤون إنما هو الله تبارك وتعالى. وأنت حينما تقوم على خدمة بيت الله ترى هذا لك يوم القيامة، سواء كان درسا علميا أو كانت خطبة أو كانت صلاة
أو كانت خدمة في تطهير بيت الله وتنظيفه، أي شيء يكون خدمة لبيت الله فإن المكافئ هو الله وحده لا شريك له صاحب البيت. ولعلي قلت قبل ذلك مرات أن السيدة أم محجن، كلمة محجن تدل على أنها تمسك بعصا، لأن العصا تسمى محجن تتكئ عليه. إذا امرأة كبيرة ما مهمتها؟ كانت تقوم على كنس المسجد، يعني لم ما يقع في المسجد بطريق الهواء، لأن الهواء كان يدخل إلى بيت الله لأنه لا توجد له أبواب ولا شبابيك، إنما هو مفتح وليس له سقف، فكان الهواء يرمي ببعض الأشياء التي تكون في بيت الله. تأتي أم محجن مهمتها أن تقوم على تنظيف بيت الله مما ألقاه الهواء في بيت الله، يعني من القش والأوراق وبعض الأخشاب. كان صلى الله عليه وسلم يأتي للصلاة فيرى المسجد مهيئا، ثم يسأل عن أم محجن دائما، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يكافئها بالدعوات وبالعطايا. وفي يوم جاء إلى بيت الله للصلاة فلم يجد المسجد مهيئا، قال صلى الله عليه وسلم: أين أم محجن؟ قالوا: يا رسول الله ماتت وبحثنا عنك فلم نصل إليك، وصلينا عليها وقمنا بدفنها. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمتموني؟ يعني كان يجب عليكم أن تبحثوا حتى أعلم لأقوم بالصلاة عليها. فلما انتهى من صلاة الفرض أخذ الذين كانوا يصلون قال لهم: تعالوا معي وأروني قبرها. وذهب إليها صلى الله عليه وسلم ووقف على قبرها، فرفع الله الحجاب بينه وبينها، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة تتوالى. إذا دخل المقابر رأى من في المقابر على حالهم عند ربهم، فيرى المنعم منعما ويرى المعذب معذبا. طبعا نحن ندخل المقابر لا نعرف شيئا، لأن الإنسان لو دخل المقابر ووجد رجلا معذبا ماذا سيكون؟ سينخلع وتخرج روحه. لو رأى رجلا منعما أيضا سيموت، يقول: أنا أريد أن أنعم. لكن الله ستر علينا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الوحيد الذي يرى أهل القبور على حالهم عند ربهم. فلما وقف على قبر أم محجن رآها بعيني رأسه تتقلب في نعيم الجنة، فقال: السلام عليك يا أم محجن. قالت: عليك السلام يا رسول الله. طبعا إذا كان قد رآها على حالها عند ربها، إذا من الميسور أن يسلم عليها. ولذلك لما قال: السلام عليك يا أم محجن، ردت عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم محجن، مما؟ أي ما السبب الذي ترتب عليه أنك دخلت الجنة؟ قالت: قم المسجد يا رسول الله. قم المسجد يعني كنس المسجد. ولذلك صار هذا العمل من أجل الأعمال في حياة المسلم، أن يكون قائما على بيت ربه بأي شيء يكون في خدمة بيت الله، إن لم يكن علما فليكن عملا. أي شيء من عمل أو علم في بيت الله فله عند الله ثواب لا يعلمه العبد
إلا وهو عند مولاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم يا سيدي، ماذا لهذا الشاب؟ وجلي عنه ومثلت هذه الآية على لسانه إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فقد فتن رشيدا عليه فدعت المرأة جارية لها فتعاونت عليه فحملتاه إلى باب الدار واحتبس على أبيه فقلت أبوه يطلبه فإذا به مرقا على الباب فرشيدا عليه فدعا بعض أهله فحملوه فأدخلوه فما أفق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال له أبوه يا بني ما لك؟ قال خير. قال فإني أسألك فأخبره بالأمر. قال أيا بني وأي آية قرأت؟ أي وأي آية قرأت؟ فقرأ الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آذنتني؟ ألا آذنتني؟ قال يا أمير المؤمنين كان الليل. فقال يعني آذنتني بمعنى أعلمتني. آذنتني بمعنى إيه؟ أعلمتني، يعني هل بعثت إلي بمن يعلمني بحاله؟ فأجابه الفتى من نار القبر يا عمر قد أعطاني بما ربي عز وجل في الجنة مرتين. لأنه أبعد نفسه عن ما يغضب الله عز وجل. يعني شاب وهو في طريقه إلى بيته بعد صلاة العشاء تعرضت له امرأة، ودائما كانت تتعرض له، طبعا مرة بعدها مرة بعدها مرة، فاستطاعت في ليلة أن تؤثر عليه فتبعها، فلما أتى الباب طبعا فتحت هي الباب ودخلت ليدخل من ورائها، لكنه عند الباب ذكر مولاه، فلما ذكر مولاه رأى كلام ربه عز وجل كأنه مكتوب أمامه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
فإذا هم مبصرون. فلما رأى هذه الآية سقط على الأرض مغشيا عليه. طبعا هي دخلت وانتظرت فلم يدخل فخرجت فوجدته ملقا على الباب. ماذا تصنع؟ ذهبت المرأة إلى الجيران وأتت بجارية وتعاونت معها على حمله حتى أوصلوه إلى باب داره وتركوه. طبعا تركوه مغشيا عليه وهو عند باب داره. هو أبوه لما تغيب عنه ولده وطال الغياب بدأ الرجل يتحرك، رجل كبير، ففتح الباب فوجد ولده ملقا على الباب. ماذا يفعل الرجل؟ أيضا دعا بعض الأهل وحملوه وأدخلوه في الدار. وبعد فترة أفاق، ولكن كان الليل قد ذهب، فقال له أبوه: يا بني ما لك؟ ماذا حدث لك؟ قال: خير، وسكت. قال: أنا أسألك ماذا كان من أمرك؟ فأخبره بما كان من أمره وقرأ الآية. ولما قرأها مرة ثانية أمام أبيه خر مغشيا عليه أيضا، لكنه في هذه المرة سقط على الأرض وفاضت روحه إلى باريها جل وعلا. فلما كان أمره على هذا الحال قاموا عليه فغسلوه ثم دفنوه ليلا. فلما طلع الصباح عرف سيدنا عمر ما كان من أمره. ماذا يفعل سيدنا عمر؟ جاء إلى أبيه وعزاه وقال له: ألا أعلمتني بما كان من أمر ولدك؟ يعني أنت أتيت بالجيران وأتيت بالأهل، كان عليك أن تعلمني. قال: يا أمير المؤمنين، كان الليل، يعني نحن كنا في الليل ومات في الليل. قال سيدنا عمر: تعالوا بنا إلى قبره. فلما وصل سيدنا عمر إلى قبره وقد علم القصة قال له: يا فلان، باسمه ولمن خاف مقام ربه جنته، يعني جنة للإيمان وجنة للخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيهما ربي، يعني أنا أخذت الجنتين، وأعطانيهما في الجنة مرتين، يعني ليس مرة واحدة، يعني أخذت حقي مرتين. هذا ما كان في أيام سيدنا عمر، وهذا يقع لأهل الله الذين لهم صلة قوية بربهم، فإن الله عز وجل يجعلهم أمثلة لكل المؤمنين ودروسا للمعتبرين. تفضل يا سيدي اقرأ. يعني لو أنه ارتكب الإثم وسقط في العيب لصار هو وحده، أما لو كان ذلك لواحد من الأنبياء والمرسلين فإنه سينتقل منه إلى الذين من حوله. نعم. ولكن
لأنهم في موقع القدوة والأسوة، لذا ألا يقولهم الله تعالى والرب يصول حتى بعض عباده الصالحين. دائما يعني القدوة يكون قدوة بقوله وعمله، وعمله أقوى في قيادة الناس من قوله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بحاله قبل مقاله، ومقاله دائما يكون بعد عمله. ولذلك قال: وأنا أول المسلمين. ما معنى وأنا أول المسلمين؟ يعني أنا أول العاملين بقول ربي عز وجل. يعني حينما تنزل عليه الآية يكون أول العاملين بها صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك يشرحها للناس. تفضل يا سيدي. نعم. فيقول: سلام من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكذب بالله، وأن يكره هذا حديث قاله صلى الله عليه وسلم للمسلمين حتى يعلموا أن الإيمان له درجات. هناك درجة تجعل الإنسان يشعر بحلاوة الإيمان. ما هذه الدرجة؟ قالها صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني إذا كانت هذه الثلاث في إنسان ارتقى في الإيمان درجة حتى يشعر بحلاوة اليقين والاتصال بالله رب العالمين. قال صلوات الله وسلامه عليه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني لا يجد أحب من الله عز وجل إلى نفسه حتى من نفسه، وأن يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه على الدوام. فإذا كان محبا لله ورسوله وأطاع الله ورسوله أحس بحلاوة الإيمان في قلبه ويراها على لسانه، ثم يقول: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا المقطع مأخوذ من الأول، لأن الإنسان إذا أحب الله ورسوله أحب كل شيء لوجه الله، لأن الذين من حوله هم عباد الله وهم أهل الإيمان بالله ورسوله. فالإنسان إذا أحب إنسانا يحبه لله، لا يحبه لغرض في الحياة، لأن الإنسان إذا أحب إنسانا لغرض في الحياة انتهت المحبة بانتهاء الغرض. يعني يحب إنسانا لأن له بنتا يريد أن يتزوجها، إذا ما أحبه لله، إنما أحبه لإيه؟ من أجل ابنته. فإذا ما تزوجها كره أباها، لأنه ما أحبه لله. أما إذا أحبه لله فإنه تأتي ابنته زوجة له أو لا تأتي، تعيش أو لا تعيش، المحبة إذا كانت لله دامت. ولذلك يقولون: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أحد العلماء سيدنا سعيد بن المسيب
أو المسيب فيها الوجهان، كانت عنده ابنة وكان له تلاميذ في بيت الله يدرس له، وفي يوم سأل عن تلميذ له غاب عنه منذ 3 أيام، ثم كان في نفس اليوم أن أرسل أمير المؤمنين، كان ذلك في أيام الدولة الأموية، عبد الملك بن مروان أو غيره، أرسل أمير المؤمنين بهدية حملت على عدد من الجمال، هدية خليفة لمن؟ لسيدنا سعيد. لماذا الهدية؟ لأنه يطلب يد ابنته لولده، يعني هدية مهمتها الطلب، يعني الطلب بهذه الهدية. فلما سأل الشيخ عن ولده الذي كان طالبا في الحلقة وغاب، قالوا له إنه ماتت زوجته وهو محبوس في بيته على الناس الذين يأتون للتعزية، يعزى. فلما عرف عن تلميذي هذا الخبر، وجاءه الخبر الثاني بأن الخليفة أرسل إليه إيه؟ هدية على جمال طلبا لخطبة ابنته لولده. فقال الشيخ سعيد للذي أتى من عند الخليفة مندوب، قال انتظر حتى الصباح. فانتظر هناك مكان للضيافة، انتظر فيه. أما الشيخ سعيد ماذا يفعل؟ ذهب إلى تلميذه ليعزيه، ولما وصل إليه وجده حزينا على وفاة امرأته، قال يا بني انقطعت عن الدرس. قال يا سيدي شغلني ما كان من وفاة زوجتي والمعزون يأتون، ثم إنني يعني أحاول أن أدبر حالي بعد وفاتها. فقال سآتيك بزوجة غيرها وتأتي الدرس في اليوم التالي. فيعني الطالب ما كان يظن أنه سيكون له هذا، لأن الله يقول وبشر الصابرين. طبعا الطالب لم يصدق، فذهب الرجل إلى بيته وقال لابنته يا بني هناك طالبان لك، واحد من أهل العلم وواحد من أهل السلطان. فماذا؟ قالت الذي تراه يا أبتاه، قال أنا أرى طالب العلم، لأن طالب العلم له كرامة من عند مولاه في الدنيا والآخرة، وأما طالب السلطان فإن كرامته في الدنيا ومأواه جهنم وبئس المصير. قالت إذن أنا لطالب العلم. فأتى ببعض الناس وأتى بالطالب وعقد له العقد ودفع له المهر ولملمت حالها وذهبت مع زوجها، هذا كله في الليل، وقال غدا تأتي للدرس. قال لبيك وسعديك، وفعلا صلى الفجر مع شيخه وفي الدرس وصل صاحب الجمال والهدايا. هناك على الظهر جاء للشيخ يا مولانا يعني أنا يعني انتظرت حتى طلع النهار. قال نعم
ماذا يريد الخليفة؟ قال: هذه هدايا طلبا ليد ابنتك لولده. قال: يا بني تزوجت والحمد لله. قال: تزوجت؟ قال: نعم الليلة. ودخل بها زوجها، وهذا زوجها يجلس معي في الدرس، سبحان الله والحمد. قال: ماذا أفعل؟ قال: ارجع بكل ما معك، هذه دنيا. ولذلك يعني الحديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أحب طالب العلم لله، لكنه لو أحب صاحب السلطان يحبه لمن؟ لا لله، إنما لأبيه، لأن أباه هو صاحب السلطان، وللدنيا. والدنيا قال فيها المولى الذي خلقها ورتبها وجعلها نعما على عباده، قال: قل، أي قل يا رسول الله للناس كلهم: متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا مبتدأ والخبر إيه؟ قليل. مهما كان في الدنيا من متاع فمحكوم عليه بهذا الحكم، وهو إيه؟ قليل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. من الذي معه الآخرة؟ أهل التقوى. وطلاب العلم دائما هم أهل التقوى، لأنهم يتعلمون ومعهم نور العلم، فيعيشون على نور العلم موصولين بربهم، ونسأل الله أن نكون منهم. اللهم آمين. تفضل يا سيدي. وطبعا في بقية الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأن من وجد طعم الإيمان كره الكفران، لأن الكفران يؤدي إلى النار، فالذي يطعم الإيمان يكره أن يعود في الكفران كما يكره الإنسان أن يقذف به في النار، نسأل الله العافية. نعم يا سيدي. أتون النار، وأتون النار يعني مواسط النار، أعوذ بالله. نعم. حاشاه. والمولى عز وجل جعل في مقابل كل إثم وذنب من الذنوب، جعل في مقابله حلالا أحله لعباده. يعني أي شيء يقع فيه صاحب الإثم نقول له: يا فلان لماذا وقعت في الحرام؟ هناك حلال، فدع هذا الحرام وعليك بالحلال الذي أحله الله. إن الله لم يترك عباده لهذا الحرام، وإنما جعل لعباده من الحلال ما يكفيهم ويزيد عليهم في دنياهم، إلا أن الشيطان يحاول أن يأخذ العباد من الحلال إلى الحرام. ولذلك المولى تبارك وتعالى حذر منه، قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إذا من أراد أن يعيش فالحلال موجود، وأما الحرام فالممات دونه. لذلك المرأة الخثعمية من بني خثعم لما رأت والد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه النور، لأن نطفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ظهره، فكانت تشع بالنور على بدنه،
وكان كل من رآه يرى فيه شيئا غريبا، يعني يرى وجهه يشع بالنور كالشمس. فأرادت المرأة الخصعمية أن تأخذ عبد الله بأي سبب، بنكاح بدون نكاح، المهم أنها تريده. فلما مر عليها تعرضت له، قال: ماذا تريدين؟ فقالت له بالإشارة والعبارة أنها تريده. قال لها: أما الحرام فالممات دونه. حرام لا يقع مني أبدا، أموت ولا أقع في الحرام، لأنه يحمل نطفة من؟ رسول الله. وهذه الأنوار التي تشع منه إنما هي من نور نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لها: والحل لا حل حتى أستبينه، يعني لا يكون الحلال حلالا حتى يعلن على الناس كلهم. تركته وذهب إلى أبيه عبد المطلب. قال: حدث من واحدة من بني خثعم أنها فعلت وفعلت وفعلت. قال له: أنت الآن لابد أن تزوج هذه الليلة. وفعلا ذهب إلى بني زهرة وجلس معهم وخطب له أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة إيه؟ آمنة. وخطبها وأمهرها وأتى بها ودخل بها في ليلة واحدة. فلما دخل بها انتقلت نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرار مكين، فظهر النور في وجهها. أما هو عبد الله فقد انتقل النور الذي في وجهه إلى وجه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أيام مر على بني خثعم فرأى المرأة التي راودته عن نفسه واقفة، فانتظر أن تتكلم، فنظرت إليه وحولت وجهها، فقال لها: يا فلانة، لماذا اليوم لم تفعلي كما فعلت من قبل؟ قالت: كان في وجهك شيء ما رأيته الآن. فهل تزوجت؟ قال: نعم. قالت: إذن يعني التي صارت زوجة أخذت منك هذا الذي كان في وجهك. صحيح، لأنها رأت أن وجه عبد الله كان فيه ما كان من النور، ثم إنه الآن انتقل، وكانت تريد هذا النور. ولذلك يعني الإنسان إذا كان يعيش مع مولاه عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يبعده عن الحرام، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ونرى هذا في أهل الله، لا يعيشون إلا بنور ربهم ويمشون في نور مولاهم، لا يريدون من الحياة إلا ما يرضيه. وما كان لله دام واتصل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونسأل الله أن نكون على هذا الحال. نعم سيدي.
مثل حلية الأولياء. نعم. ليروا كيف أن الله تعالى حفظ المئات من الأولياء من أوليائه وصادهم من اضطراب الذنوب. نعم. فمثلا وضع طعام أمام أحد الأولياء، ولكن هذا الطعام كان قد شابه شيء من الحرام. نعم. وتناول الولي لقمة منه ولكنه لم يستطع بلعها، فعلمه مضطها لعدة دقائق فعلم أن الحرام شابه هذه اللقمة. الحرام دخل في هذه اللقمة فترك أكلها. فإذا كان الله تعالى حفظ وليه من لقمة حرام واحدة، فكيف لا يحفظ أنبياءه من الذنوب؟ نعم، أولياء محفوظون، حفظهم الله عز وجل بنوره، لأنهم يعيشون على طاعة ربهم ولا يتذوقون في حياتهم إلا ما كان من حلال ربهم. ولذلك في حلية الأولياء نرى العجب العجاب في أقاصيص الأولياء، لأن صلتهم بربهم جعلت الولاية لله عليهم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني الولاية للأنبياء، ثم ختمت الآية بأن الله يتولى الصالحين، فمن كان في معية مولاه فإن الله يتولاه، وإذا تولاه كان كل شيء للعبد وهو في معية مولاه مما يريده الله لعباده الصالحين، حتى إن الصالح يرى نفسه كارها لكل ألوان الفسوق والعصيان حتى المكروهات، لا يحبها الولي، إنما تراه دائما في معية ربه، تراه على ما يرضيه على الدوام. ورضي الله عن الصالحين وجمعنا بهم يا رب في الدنيا والآخرة. نعم. وقول العصمة في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم. نعم. أجل، إن العصمة شرط لا ينفك عن الأنبياء وصفة من صفات النبوة، وكل نبي يأتي إلى الدنيا وهو متزين بهذه الصفة، إذا فمن لم تكن فيه هذه الصفة فلا يكون نبيا. قبل إثبات عصمة الأنبياء سنعطي بعض الأمثلة عن التوراة وعن الإنجيل، وهي الكتب المحرفة التي أسندت الكثير من الأمم إليه. أصل الكتب السابقة يعني التوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب وكل الله حفظها إلى العباد فأدخلوا فيها ما ليس منها، لأن التاريخ فيه تزوير، والكتب السابقة فيها ما فيها من تحوير. يعني شيخنا الجعفر رحمه الله في حياته هو ذهب ليحج في سنة، وكان ذلك على ما أذكر سنة 70، لأني كنت طالبا في كلية اللغة، فلما ذهب إلى المدينة أصابه مرض، فقال الذين معه اذهبوا أنتم وسافروا وأنا بعد راحتي سآتيكم إن شاء الله، فأجل السفر إلى أجل غير مسمى، وبعد أن انتهى من أيام المرض كان معه يعني بعض الذين من حوله، يعني مثلا معه اثنان معه ثلاثة، قال نذهب إلى السودان لأن أصله من السودان حتى نستريح مع الأهل ونزورهم ثم نأتي إلى مصر، فحول المسار إلى السودان. فلما ذهب إلى السودان جاء الخبر إلى مصر بأنه قد مات،
وأنه دفن في البقيع، وأن يعني الشيخ رحل إلى مولاه. طبعا هذا الكلام جاء من واحد فقط، ولم يكن هناك لا يعني هواتف ولا رسائل، فأخذوا الخبر وصدقوا. وصعد الخطيب على منبر الأزهر ونعى الشيخ الجعفري، وبعد صلاة الجمعة صلوا عليه صلاة الغائب. والشيخ في السودان، وبعد شهرين ركب الشيخ القطار وجاء إلى مصر. ونحن أنا حينما علمت بهذا حزنت، الشيخ توفي، ما يعني نسمع لمن؟ الشيخ الجعفري كان مركز دائرة العلوم في كل الفنون، متخصص في كل العلوم. فلما جاء الشيخ إلى مصر التف الناس من حوله، يا مولانا حصل؟ قال ماذا حدث؟ طبعا الناس صارحوا، قال ما شاء الله، إذا كنت حيا بينكم وحدث هذا فهذا دليل على أن التاريخ فيه ما فيه من التزوير، يعني التاريخ الذي كتب فيه ما فيه من التزوير. ثم إن الشيخ صعد المنبر في الجمعة التالية لمجيئه وخطب الجمعة وصلى بالناس، وبعد الجمعة كان له درس معروف، يعني بعد الجمعة درس إلى العصر. فالشيخ لما أراد أن يذهب إلى دكة الدرس قال تعالوا يا ناس اسمعوا الرجل الذي قيل فيه إنه مات وعاد إليكم. الناس يضحكون، وجاء الشيخ ومكث بعدها 10 سنوات. يعني سبحان المعطي الوهاب. فهذا من فيض الله على العباد، ولذلك يعني المولى تبارك وتعالى يكرم الأولياء والصالحين والذين يتصلون بربهم، يكرمهم تكريما عاليا، فما بالنا بتكريمه للأنبياء والمرسلين. نعم يا سيدي. ثم لم نقل إلى تحرير الموضوع حسب الدستور القرآني ونرجع تريبة اللازمة للمختار، غير أننا نريد هنا الإشارة إلى أمر أو الغيب. نعم. لكن لكون الكتب السابقة أمثال التوراة والإنجيل والزبور قد تعرضت للتحريف، ودخل الكلام البشري بين نصوصها فلا يمكن البحث عن الحقيقة فيها، ولا محاربة فضلتي على سلامة الاتجاه الفكري فيها. لذا فإن إسناد مناظر مؤذية لا تليق أحد الأدلة على تعرض هذه الكتب للتحريف، ولو لم يكن هناك إلا هذا الدليل لكفى به إثباتاً لهذا التحريف. ولذلك المولى عز وجل قال عن القرآن: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا يشير إلى أن الكتب السابقة جعل الله حفظها للعباد فحرفوا وبدلوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلما كان القرآن آخر كتاب لعباد الله، أراد الله أن يكون القرآن إلى يوم القيامة محفوظا. من الذي يحفظه؟ الله عز وجل. إذن تولى الله حفظه لأن العباد لم يحفظوا كلام ربهم، وإنما حرفوا بدلوا أدخلوا فيه ما لم يكن. نعم. لم يعطي الله تعالى قرآنا لحفظ هذه الكتب، بينما قال في حفظ القرآن
يرجعون إلى دينه وأنه مقبول من قبله. لذا فهناك اتفاع على أن أحكام القرآن سانية إلى يوم القيامة، ذلك لأنه حق الحفظ إلى دينه. بذلك فهو المرجع الوحيد المعرفة بشؤون الأنبياء، وكل ما ورد في تلك الكتب المحرفة من أمور تخص الأنبياء وتخالف ما جاء في القرآن فلا حكم له، لأن الأحاسيس والمشاعر البشرية دخلتها وارتبطت بها، بينما لا يحق لأي إنسان التحدث في موضوع النبوة ولا في موضوع العصمة. فالأنبياء وحدهم لهم الحق في تداول هذه المسائل الغيبية العائدة إلى الماضي، وذلك استنادهم إلى الوحي الإلهي، وبما أن رسولنا هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا يحق لأحد بعده التحدث في هذا الأمر، وقد تحدث في كل أمر في باله. ويعني قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذن يعني ما تركنا صلى الله عليه وسلم في الحياة وما ترك الحياة إلا بعد أن بين كل شيء إلى يوم القيامة. نعم. عندما قال: لن أكلمكم كثيرا بعد، فإن سيد هذا العالم قادم علي. ولذلك المولى عز وجل بين ما قاله سيدنا عيسى في سورة الصف، قال: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني لا تأخذوا مني إلا ما أقوله الآن، وأما الذي سيأتي مكملا لكل ما في الحياة إنما هو رسول آخر الحياة، وهو صلى الله عليه وسلم. وقد كان ولا أنني لا أحب التصوير الباطل، إلا أنني سأتناول بعض الفضل بعض الأمثلة على القراءات الموجودة في هذه الكتب المحرفة، ثم أعرض أحكام القرآن الخاصة خاصة ثم أعرض أحكام القرآن الخاصة بهذه المواضيع، ولا أملكون سوى الاتجاه إلى الأرواح الطالبة لهؤلاء الأنبياء، طالبا منها الصفح عني بالاضطرار إلى الاجتهاد بالقراءات وتلقي بعض النصوص الباطلة لكي أدحضها وأثبت عزلتهم وبريئتهم وبراءتهم. إن شاء الله سيأتي هذا في اللقاء التالي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، نباعد بيننا وبين معصيته. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وبدنا على البلاء صابرا وفي الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك وألبسنا ملابس أنوارك، وز بأيدينا إليك في كل أمورنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. نسألك يا رب العالمين أن تصلح من حال المسلمين وشباب المسلمين وأطفال المسلمين، اللهم أنبتهم النبات الحسن يا رب العالمين. اللهم آمين. اختم لنا بخير ختام، وصلى الله على سيدنا محمد.